الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة إيتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة السلام عليك يا فاطمة بالكساء اليوم بالكساء وغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلالا نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد قالت فاطمة السلام عليها فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة السلام عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائما تحت هذا الكساء فأذن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا بطام السلام عليك يا رسول الله أتاذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسر إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتاذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويكون لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسر إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يوم شيتنا ومحبينا إلا ونذرت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيئتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالم وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم